حقيقة قبل أن نواصل الأسئلة لدينا سؤال من الأخ محمد الحسيني من أزمير تركيا. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور في موضوع الحماية الفكرية. نعم. في مداخلة بسيطة هي حقا مشكلة أرجو أن تطرحوها. تفضل. تختلف تماما في الطرح اللي تتعرضوا له بخصوص الاختراعات العلمية الحديثة جدا واللي الأمة الإسلامية بتحتاجها. نعم. هذه الاختراعات لا يمكن نحن نصنعها الآن أو نوصل إليها. نعم. والدول القوية لا يمكن تبيعها. نعم. ولا بيعطونا إياها، يعني لا بيتبرعوا فيها ولا بيبيعوها وبيحصروها لنفسهم حتى يستخدموها كسلاح يفرض علينا نحن الضعفاء. صحيح. طيب ونجي نقول بالحماية الفكرية، فهذا يعني أرجو أنه تستثنوا في النقاش الموضوع هذا، لأنه هذا حصل في اليابان وفي كوريا وفي كل الدول اللي بدأت تتخلص من موضوع الضغط في الدول الكبيرة والقوية اللي بتضغط على الضعيف. صحيح. فلا بتبيعك التكنولوجيا ولا بتعطيك إياها. طيب نعم. شو الطريقة؟ نجي نقول والله الحماية الفكرية. لا يمكن في الموضوع هذا، ما في حماية فكرية. سنستمع إلى تعقيب من الأستاذ طلال إن شاء الله باعتباره رئيسا لمجمع المجمع العربي للحماية الفكرية. تفضل. القلق الذي أثاره السائل في مكانه، وإنما الحل له هو الحل لكل ملكية. أنا عندما أقول أن شركة أدوية مثلا صرفت وتصرف فعلا مئات الملايين من الدولارات لتطوير دواء واستثمرته، تريد أن تسترد هذا الرأس المال الذي استثمرته وتريد أن تكسب من وراءه، ما هو الحل؟ الحل بأن نقيم الصناعات هذه التي فيها التقنية المتقدمة بموجب اتفاق ترخيص ما يسمى لايسنس أو فرانشايز. هذه الاتفاقيات موجودة في العالم وهكذا بدأت. أنا يعني إذا مدام ذكرت الأمثلة في الدول المتقدمة، أمريكا طبعا أول دولة في العالم أقامت نظام لحماية الملكية الفكرية، وذلك سبب تقدمها وتطورها التقني. جاءت أوروبا وسرقت كثيرا مما أبدعته أمريكا إلى أن وصلت إلى وضع قوانينها وتشريعاتها القوية وبدأت فيها النهضة الصناعية. دول نمور آسيا ما يسمى أيضا، واليابان، اليابان بالذات أفضل مثال. اليابان الآن التي أنت تتكلم عنها، لماذا أصبحت الدولة المتقدمة؟ اليابان تسجل سنويا ما يزيد عن 300,000 اختراع جديد. 300,000 اختراع جديد. اليابان فيها نظام لحماية الملكية الفكرية من أقصى وأصعب أنظمة الملكية الفكرية داخليا على مواطنيها. لذلك يجد المواطن أنه مضطر أن يبدع، لأنه لا يستطيع أن يسرق، لا يستطيع أن يتعدى، لا يستطيع أن يقرصن الاختراعات. فاضطر الإنسان الياباني أن يبدع لأن هذا هو مجاله الوحيد للرزق. ما أقوله أنا أننا في المرحلة الانتقالية علينا أن نلجأ إلى، ولذلك نحن أسسنا المجمع العربي لحماية لنقل التقنية للتراخيص ونقل التقنية، لنقنن عملية التقنية. انتقال التقنية هو الخطوة الأولى والمرحلة الانتقالية إلى التقنية الوطنية، لأنني عندما أستورد مصنعا على مستوى عالم من التقنية وأقيمه في بلدي بموجب اتفاق ترخيص، أستطيع أولا أن أدرب أبناء وطني على هذه الصناعة، ومن خلال تدريبهم وأبحاثهم يخترعوا اختراع جديد. وهنا يجب أن ننبه أن الاختراع ليس معناته اختراع شيء جديد لم يكن سابقا. أي تطوير على الاختراع الحالي، هذه النظارة التي تلبسها، إذا أنا طورت عليها في شكلها أو في طريقة تركيبتها، هو اختراع جديد. جميل. فبالتالي نستطيع من خلال هذه الأرضية التي سنقيمها من خلال نقل التقنية المستوردة أن نقيم أرضية للبحث العلمي، أرضية للتطوير، أرضية للتدريب، ومن ثم أرضية للإبداع. جزاك الله خير.